مش مهم اسمها شركسية ليه، المهم إنها بتتعمل بكريمة طهي جهينة. لو عندك رز وفراخ مسلوقة وشوربة وعين جمل وتوابل، اسلقي الفراخ والرز بالطريقة التقليدية وكمليهم بالكريمة اللي مش عادية. هتشوحي البصل في الزبدة على النار، وبعدين تحطي عين الجمل والتوابل والشوربة، وساعتها هيجي وقت المكون اللي الشركسية ما تكملش إلا بيه كريمة طهي جهينة. سخنيهم سوا من 5 لـ10 دقايق، وبعدين اضربيهم في الخلاط. حطيهم على الرز والفراخ وهتدوقي واحد من ألذ الأطباق اللي لازم تكون على سفرتك. لو عايزة تتعرفي على وصفات تانية من جهينة، تابعي معانا سلسلة الفيديوهات دي، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للشانل بتاعتنا.